انا معايا السفير محمد العرابي وزير الخارجيه الاسبق. سياده السفير اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. اولا معرفش اذا حضرتك استمعت الى جزء من الرسائل واراء المصريين بالخارج، لكن بشكل عام شايف نبض المصريين بالخارج في 4 ايام تسبق العمليه الانتخابيه يوم 1 و2 و3، شايف ده ازاي؟ يعني انا اقدر اقول لحضرتك بحكم يعني خبرتي وعشت فتره طويله في خارج مصر ان المصريين في الخارج بيبقى دايما عندهم قلق شديد ومتابعه قويه جدا لكل ما يجري في مصر، وبالتالي انا بشوف ان كل الرسائل اللي حضرتك يعني وصلت لك النهارده هي بتعبر فعلا بصدق عن مشاعر المصريين في الخارج، وانا دايما بثق فيهم لانه فعلا هو بينظر الى البلد بقدر كبير جدا من القلق وفي نفس الوقت الحرص على التقدم باستمرار وفي يكون فيها مناخ مستقر، وده اعتقد ان هو امر طبيعي، ودايما الواحد لما بيكون خارج الوطن بيبقى عنده احساس جارف بالوطن وعنده كمان يعني حب لمعرفة كل ما يجري فيه بكل دقيقة وفي نفس الوقت الحرص على الاستقرار، فده انا بشوف ان هو امر طبيعي بجانبهم واثق فيهم تماما كل المصريين اللي بالخارج. طيب تتوقع نسبة المشاركة هتكون قد إيه؟ خصوصاً إنه آخر انتخابات كنا بنتكلم عن 300,000 تقريباً، تتوقع مشاركة بأعداد أو أرقام أكبر ولا بتبقى العناصر اللوجستية وبعد المسافات في بعض الدول يعني عائق قدام ارتفاع نسبة المشاركة؟ طبعاً حضرتك يعني دي هتكون أحد العوائق يعني اللي موجودة، موضوع البعد عن مقر الانتخابات. ان بلد زي امريكا مثلا حضرتك هتلاقي فيها يعني ناس موجوده في اماكن بعيده عن مقر اللجان، ولكن حضرتك هتشوفي ان الدول العربيه هيكون فيها فرق شديد جدا وسريع، برضو بعض الدول الاوروبيه، وان برضو ما ننساش حضرتك عامل الجو اوروبا دلوقتي درجه الحراره فيها تحت الصفر تقريبا، ففي يعني بعض اكيد العوائق، لكن انا بشوف انه مع كل هذا هيكون في اقبال كبير، بالذات انه العالم كله الان بيمر بازمات شديده جدا، واعتقد انه ده هيكون دافع رئيسي للمصريين ان هم يتواجدوا على صناديق الانتخابات سواء كان في الداخل او في الخارج، الاحساس بانه في ازمات قادمه وفي مخاطر وتحديات، كل ديت بتجعل الانسان المصري عنده شغف كبير بان هو يشارك في تقرير مصير بلده ويدفعها الى الامام. سفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق بشكر حضرتك شكرا جزيلا.